تنظن اول حاجه انتم لا فامي دونك العائله المغربيه كلها متواجده هنا دونك تنظن بان احنا شينو ما عندناش مشكل. تنظن الغياب ديال الوالد للاسف رجل اللي عطى الشيء الكثير كرة القدم الافريقيه بالخصوص كما تتعرفوا المسيره ديالو في افريقيا من نهار جا مارس عندنا في التدريب في المغرب وهو تيدافع على كرة القدم الأول المغربية والثاني شيء الإفريقية. وبالنسبة لي هو عمل تكاملي كأن وجيد وليد متواجد اليوم في البونتوش لأنه فعلا هو التعليمات جاية من فوق من عنده. فلهذا أنا ما عنديش إشكال أنتم تعرفوا العلاقة بيننا. وتنظن بأنه الخبر تلقيناه يعني في توقيت يعني في اليوم يعني يمكن على الساعة 3 ولا 4 بالنسبه لينا العمل اللي تيدار في كره القدم تنظن انه تيدار مده طويله ليس في الاسبوع هذا اللي حنا في كاس افريقيا ولا فقبل حنا مستعدين اللاعبين ديالنا جاهزين مجدينهم على كل شيء. سنعتقد بانه بالنسبه لينا انه وليد من الصعب انه يخرج بشي كلمه خارجه على النص فتتبقى هذه القرارات حنا عارفين انتم ما يمكنناش نتكلموا اكثر من اننا نقولوا. حنا بالنسبه لينا عارفين انا شخصيا عارف شنو اللي وقع لان كنت متواجد باش نكون صريح. مجيني اللاعب هو اللي استفزنا وكما عرفتوا بانه تكلم وقال كلام في الاخير جا التوقف. حنا تنحترموا الكاف على القرارات ديالها تيبقى انه عندنا طرق حتى حنا باش نعاود حتى حنا نقلبوا على الحق ديالنا وغنسلكوا ذوك الطرق اللي تنظن انه الاتحاد المغربي ما يقصرش من الجهد ديالو لاعطاء وليد الركراكي الحق ديالو. اغوش اون فابو بروندر توس سامون سيدي رشيد مبارك مسعود الله يبارك فيك فيقه عندك زوينه بزاف لكن واحد المشكله اللي تتخلع شويه المغاربه في الدوزيام ميتا والدوزيام ميتا تصبروا الدبوطار والدين البدني وعدم حقكم وشي هذا هو الجميل في هذا المنتخب اللي ولا متمكن. كاين واحد الساعات تبداو تمشاو تيرمون تتمشاو تتخلعونا. واش هذه القضيه اللي فولو زعما انتم اللي تتقول للاعبيه هبطوا ريتم جوسكو بو ولا فريمون العياء تيصيبهم في الشوط الثاني؟ وتنعتقد بان مباراه بحال هذه اليوم خاصه تنظن بان لا جيستيون ديالها خاصها تكون طريقه ذكيه لانه تتعرف بانه ما تنساش بانه في المباراه جياش راه خرج دونك سكي في خاصنا الايقاع ديال المباراه نتحكموا فيه وهذا الشيء اللي ما كانش عندنا قبل في المنتخب. حنا اللي دوزنا المنتخب كان عندنا اشكال في هذا الكوتي هذا. دابا اليوم حنا قاعدين تنجربوا اساليب وطرق اللي غتساعدنا باش يمكن لينا في هذا الكان هادي نجيبوها لبلادنا لان حنايا مده طويله وما خديناش هذا الكان لانه ديما تندخلوا باغي نديوها بطريقه اخرى. وتتعرفوا كانوا عندنا سميات كبار انتم الاسماء راكم عارفينها. هذا الجيل هذا اللي دار كاس العالم فهو عارف المسؤوليه اللي عليه وكذلك عارف الطريقه اللي اختار السي وليد الركراكي باش يمكن لينا نقدوا الحسابات ديالنا في خلال المباراه. فبعض الاوقات فعلا من تنكونوا محتاجين نطلعوا تنطلعوا وبعض الاوقات تنطلبوا من بونو باش ينقص من الايقاع لانه احنا ما محتاجينش الاصابات ونبذلوا جهد اكثر من اللازم واحنا متاهلين. السلام عليكم. اولا سي رشيد مبروك مره اخرى التاهل. الله يبارك فيك ما غاديش نناقشوا المشكل ديال وليد لان عارفينكم شفنا كل شيء بعينينا وشفنا كذلك كيفاش كان التواصل بينك وبينو عن طريق المساعد الثاني سي امزين. فقط الان عندكم خصم وعندكم 6 ايام ديال الراحه اللي تقدروا تريكوبيريو فيها. واش المنتخب الوطني غادي يبقى هنا في سان بيدرو ويتنقل في المباريات او لا؟ لان معروف على انكم متزعم المرتبه الاولى عندكم الربع في مدينه وحتى للتاهل ان شاء الله عندكم النصف في مدينه اخرى. واش المنتخب الوطني غادي يستمر مع هذه الاجواء هنا في سان بيدرو ويتنقل؟ وكيفاش كتشوفوا الخصم ديالكم القادم جنوب افريقيا؟ وتنعتقد السؤال ديالك مهم ولكن الاجابه ديالو تنظن غتكون من غنجلسوا ان شاء الله اليوم لانك شتي الوضعيه غنجلسوا غنناقشوا. تعرف المسائل هذه لوجستيكيه مساله ديال لا فيدراسيون ماروكا هي اللي غتقرر
واش يمكن لينا نبقاو ولا نتحركوا، لانك تعرف اذا ما بغيتي تحرك راك الاشياء كثيره غتحرك. دونك وجهه نظر ديالي سي وليد اللي غيحسن فيها مع السي فوزي قلاع. سي رشيد اسيبو سيل فوبلي ونشوفو جدول احنا هنا ياتي حتى الصباح اللي بغاو احنا ما خوتنا هنا ماشي. سي رشيد الف مبروك للفريق الوطني المغربي. المباراه اليوم سي رشيد مباراه اليوم تلعبت على جوج ديال الواجهات. اولا الجماهير المغربيه كانت كتنتظر الفوز ديال المنتخب الوطني باش يبقى في الصداره، والجماهير الايفواريه كانت تنتظر ايضا الفوز ديال المنتخب باش يبقى المنتخب الايفواري. اولا شنو يمكن لك تقول على الجماهير الايفواريه اللي جات ساندت المنتخب الوطني، وايضا كيفاش كتشوف انت هذه الاجواء اللي تعيشها الجماهير المغربيه مع الجماهير الايفواريه لمسانده المنتخب الوطني؟ اول حاجه غنجاوبك ماشي على الجماهير الايفواريه، غنجاوبك على الجماهير المغربيه مشكوره اللي ضربت الطريق وجات تساندنا واللي مخلي ولادو واللي مخلي، فحنا تنشكرهم بالمناسبه تنقول لهم زعما صراحه وانتم كذلك تنشكركم، لان العام تتقوموا به تتوصلوا المعلومه. فتنظن الجماهير المغربيه هي الاولى قامت بعمل كبير وساندت اللاعبين، وكان اليوم كان تناسق في التوقيت اللي كانوا اللاعبين تيكونوا شويه في واحد الحاله ناقصه، وكانت الجماهير المغربيه تتساعد. فلهذا تنظن بانه الشكر كبير للجماهير المغربيه. وبالنسبه للجماهير الايفواريه فحنا تنقوموا بالعمل ديالنا، وحنا الفير بلاي، حنا جينا هنا تلعبوا مباراه خصنا نفوزوا فيها باش حتى حنا نضمنوا الحقوق ديالنا باش نواجهوا ثالث المجموعه. فلهذا تنظن حنا بالنسبه لنا شكرا للجماهير الايفواريه لانه كان تاعي عندها لونجو، ولكن بالنسبه لي الجماهير المهمه بالنسبه لي هي الجماهير المغربيه سواء اللي متواجده هنا ولا اللي قلبها معنا بالدعاوي من المغرب والدينا ووالديكم. شكرا. مبروك. بالنسبه للجاعة الهجوميه اليوم كانت مباراه اللي نقدروا نريحوا نفوسنا فيها، ما استطعناش، ولكن ما يخفاش عليكم بان السي وليد الركراكي والستاف ديالو فهو ما تيخدمش غير على كاس افريقيا اللي حنا فيها اليوم، تاع على المستقبل. فالعدد ديال اللاعبين اللي متواجدين شباب يعني ناقصهم هذا انهم يلعبوا بطولات من هذا الحجم وفي هذا الجو. فلهذا تنظن بانه هذه الناحيه هذا العمل ملي تتلقاو الفرص متواجده خاصنا نسجلوا اهداف. فهذا هو المشكل الحقيقي، خص اللاعبين ديالنا بعد ما قاموا بمجهود كبير، لانه كاين مكتسب كبير بالنسبه لنا انه ما تسجلش علينا هدف، وهادشي هذا هو اللي تنشتغلوا عليه، تنشتغلوا ان على الاقل نسجلوا اهداف، ولكن الاهم انه ما تسجلش علينا هدف. فتنشكر هاد اللاعبين على المجهود اللي قاموا به كيفاش سيروا المباراه. تنظن الحسابات الجايه في المباراه الجايه تتختلف اختلاف كبير على المباراه ديال المجموعات، فلهذا تنظن يلزمنا تركيز اكثر باش يمكننا نحققوا نتائج، لانه الفرقه كبيره تيمكن لها تحكم 1-0 والماتش كامل وانت تتعدى حتى لاخر دقيقه ويضرب الثاني وتتولي المباراه بحال راه سهله، ولا يمكن جوج ثلاثه وتنقولوا. دونك الحقيقه هي هذه، اننا اليوم ما كناش حاسمين من الناحيه ديال تسجيل الاهداف باش نريحوا الفريق، ولكن احنا تنتعلموا للاسف حنا تنتعلموا في صراحه في بطوله مثل هذه. نتمنى من الله ان الوليدات ديالنا ان شاء الله يكونوا في المباراه الجايه تكون ناجعه الهجوميه متواجده. بالنسبه للجياش تنظن انه خرج كانت عنده اصابه، نتمنى من الله ما تكونش اصابه كبيره. فالجياش قام بشوط كبير ايوا، تعرف ملي تكون النتيجه 1-0 وحنايا متاهلين تنظن هي تقدر تسهل الماموريه ديال باش يمكن يخرج لاعب مثل زياش من الملعب. نتمناو له انه ما تكونش شي حاجه كبيره. مساء الخير رشيد، حسن الحريري ميديا بريس تي في. قرت فلاحي. برافو عليك، راه لعبنا بجوج قرت فلاحي. الحمد لله. برافو عليك. شيء جميل باش بديتي به، بديتي بالعائله. انت ولد الشعب، انسان بسيط، انسان اللي باقي تيتعلم عاد دابا قلتيها. الماتش ديال اليوم فيه جوج الابعاد او ثلاث ابعاد او اكثر. البعد الرياضي ربحنا، كانوا دي فخايور خفنا في دوزيام ميتون. البعد اللي تنعتبرو انا اخلاقي لما تسجل الهدف كيفاش مشيتو جميع عند وليد هديتو ليه هذا الفوز، هذا تيبين بانكم عائله شعبيه متماسكه. واش
ما عطيتوش واحد الفكره لهاد اللاعبين بان هناك ابطال في اثيوبيا؟ واش ما خليتو لهمش في الفيسيار او في الغرف ديالهم الصوره ديال احمد فراس هاز ديك الكاس الوحيده؟ واش عندهم هذا اليقين؟ واش هناك دور ديال الوليد وانت ايضا اللي كنتي معجب بهاد الابطال ديال اثيوبيا؟ شكرا. ما يخفاش عليك اخي حسن بانه قبل ما نجيو لهاد البطوله الافريقيه فاحنا دخلنا للمتحف ديالنا اللي هو موجود ورينا متصور ديال كاع اللاعبين اللي مارسوا كره القدم في المغرب عبر التاريخ. فكان سي بوجي القجع مصر اننا حنا نشوفوا وهذاك الشيء اللي بقى، ولاعبين كانت عندهم تساؤلات وجاوبناهم. وتنظن الاخوان هنا راه مراد كان معنا، احمد كان معنا، دونك عارفين اننا من هذه الناحيه قايمين بالواجب ديالنا. وتنظن هذه مناسبه باش نترحموا على الناس اللي توفات ونشكروهم على العمل اللي قاموا به. وتنظن وصلت الوقيته ديال هذا الجيل هذا اللي كان في كاس العالم انه ما يمكنش انك تكون توصل رابع كاس العالم وتنافس على كاس افريقيا. فتنظن العمل تيقوم به سي وليد كبير، وتنظن رجل من الرجالات اللي تيحماق على بلادو وباغي حتى هو ياخذ هذا التروفي. فما تصوروش انه كيفاش المعلومات الصغيره اللي ما تقدرش تقول ما تتوصلش راه تتوصل لهاد اللاعبين. وهما كذلك بداو يحسوا بانه وصلت الوقيته، لانه التاريخ تيعرفوه دابا لحد الساعه تنعرفوه. الجيل القديم هو اللي خدا كاس افريقيا، وتنعرفوا الجيل اللي لعب الفينال، ولكن الجيل اللي لعب الفينال ماشي هو الجيل اللي خدا كاس افريقيا. فتنظن غنخدموا باش نجيبوا ان شاء الله. شوف نجاوبك بطريقه اخرى، باش يمكن لك تكون بطل التفكير هذا ما يمكنلكش يكون عندك في الدماغ ديالك. بطل تا خصك تنافس كاع الفرق وكاع المستويات، دونك باش يمكن لك تاخذ هذا كاس افريقيا هذا هو العمل اللي خصك تقوم به. خصنا نروحوا ربحنا الماتش، كون درنا هاد الحسابات ما تنعرفوش شنو غيوقع. دونك حنا بالنسبه لنا جايين بشخصيه ديال المنتخب المغربي اللي قادر ينافس على هاد البطوله هادي. وتنظن بانه بالنسبه لحكيم زياش فهو صراحه الله سواء كخد شاره ديال العباده ولا ما كانش عنده، ماشي هو حكيم زياش اللي كان شحال هادي. اشرف نفس الشيء، يعني اللاعبين كلهم تغيروا وكلهم تشوفهم تيهضروا في الملعب. وخير دليل على هادشي تنقول يوم وقع الاشكال بيننا في الملعب مع الامس ولا المباراه اللي طافت، فانتوما شفتوا منتخب اخر يمكن نكونوا ما كناش في التيران بالطريقه، ولكن التغييرات العقليه ولات المغربي ولا اللاعبين ولاو عائله ولاو قادرين يدافعوا. يعني ولو انه احنا ما نبغيوش تكون احداث من هذه، ولكن احنا كمغاربه حسينا الاحساس لانه هنا كاينين الناس اللي تيعرفوا بينا في وقت من الاوقات كل واحد تيفكر في راسه. اليوم لا، كل اللاعبين كانوا تيدافعوا على المدرب ديالهم. وتنظن هذا هو الشيء الايجابي اللي غيعطينا دفعه كبيره ان شاء الله باش نحققوا هذه البطوله هذه. مساء الخير. دانيير كيسيون. مساء النور السي رشيد. هشام بن ثابت من جريده العالم. سي رشيد بغيت نسولك انا على اللاعبين الشباب اللي دخلوا اليوم في المباراه والراي ديالك في الاداء ديالهم والدور واش كان فاعل في هذه المباراه هذه. شكرا. تنظن ان اللاعبين الشباب اللي كانوا اليوم بدون ذكر اسماء كلهم بالنسبه لنا راضيين على الاداء ديالهم عكس المباراه الاولى اللي المباراه اللي قبل، لانهم اللي من دخلوا ما اداوش اللي عليهم. اليوم قاموا بعمل كبير جيد، دافعوا صنعوا اهداف ما سجلوش اهداف. احنا تنتعلموا وتنظن بانه هاد الوليدات هادو عندهم مستقبل كبير. وفي المغرب تنظن بانه ما يبقاش عندنا اشكال ديال تواجد لاعبين في المنتخب، لانه كتشوفوا دابا اللائحه فيها 27 لاعب وكاينين عدد كبير من اللاعبين تاهما يستحقوا يكونوا هنا ولكن ما كاينينش. دونك هاد الوليدات هادو تيربحوا بطولات باش ان شاء الله البطولات الجايه المغاربه هما اللي يكونوا ابطال ديالها ان شاء الله.